العشاء اليوم فريكة، بسوي فريكة بالأرقاب أو بالرقبات أو بأي نوع لحم أنتوا تفضلونه، بطريقة سهلة ولذيذة جدا. حق اللي يحبون الفريكة وايد بتحبون الوصفة. أول شيء بالنسبة حق الفريكة، يفضل تاخذون نوع زين، يعني أنا هذه اللي عندي من لبنان. دوروا نوع جيد ما يكون فيه وايد شوائب ويعني ما تكون مو نظيفة مرات، عرفتوا؟ ويكون فيها حب محترق ويكون فيها صخر صغار، فأفضل شيء تاخذون نوع نظيف. أوكي، بنغسلها الفريكة، ما تنقع، نغسلها ننظفها عدل ونحطها بمشخل. أوكي، بعدين أقول لكم شو نسوي فيها. بالنسبة حق اللحم، أنا بستخدم رقبة. ما تبون رقبة عادي، أي نوع لحم ينفع، بس أنا اليوم مشتهية الفريكة مع أرقاب. أوكي، عندنا الأرقاب كذي مقطعة، بقول لكم الحين شنو بنسوي فيهم. نحتاج حق ماي الفوح، واللي بنطبخ فيه الفريكة، ماي فوح اللحم واللي بنطبخ فيه الفريكة، بصل وثوم. عادة الفريكة مو الكل يحط لها ثوم، أنا أحب أحط ثوم كذي عدل، فصوص ثوم، عرفتوا؟ الفريكة من الأطباق المفضلة عندي، وايد أحبها، بديل حق العيش وصحية ولذيذة، ويعني دائما أطلبها بالمطاعم الشامية. فاليوم بعلمكم طريقة سهلة جدا. أنا مو أول مرة أطبخ معاكم فريكة، طبختها وايد من قبل، بس اليوم بنسويها على أرقاب. أوكي، حطيت قفشة سمن. أول شيء بحمر الأرقاب بسمن. أوكي، نخلي الأرقاب تاخذ لون، بعدين نكمل الطبخة. ذابت السمنة، الحين أنزل الأرقاب. شوفوا مقطعين الأرقاب بهالطريقة. من وين ناخذ أرقاب؟ من أي مكان يبيع ذبايح، بس قولي له أبي رقبة تروف. بسم الله، شوفوا كذي تصير. يلا نشيك نشوف خذت لون ولا بعد. لا بعد، نخليها شوية تتحمر. يلا نشيك، اي كذي تمام. شوفوا خذت لون، طبعا الارقاب ما تطول، تستوي بسرعة، اسرع من اللحم. الحمت الرقبة دايما تصير اطرى. نبدي الحين نضيف البهارات. نحتاج فلفل اسود. اوكي، طبعا البهارات حسب رغبتكم، نحط شوية فلفل اسود، شوية هيل، بهار لحم او اي بهار مشكل انتم تستخدمونه، اوكي، وبحط فلفل حار شوية. عندي هذا التركي مو وايد حار، حلو. واضيف بصل، البصل يكون كذي مقطع ارباع، وثوم، ثوم كذي بعد، ثوم كذي كامل وبصل. اوكي، نفوح الحين الأرقاب بعد ما غيرنا لونهم، خل أتأكد إن تحمروا من الصوب الثاني، يبي لهم بعد شوية، بعدين نضيف الماي الحار. إذا بتسوون شيء ثاني غير الأرقاب بنفس الطريقة، أوكي؟ ينحمس اللحم أو ينقلي، بعدين نضيفوا البهارات والبصل والثوم، بعدين الماي الحار. شوفوا اللحم تحمر من الصوب الثاني، الحين نصب الماي الحار. بسم الله، طبعا نفس الشيء، ما راح نضيف ملح، نفس طريقة المكبوس، شلون نضيف الملح قبل ما يستوي اللحم، عرفتوا؟ فما راح نضيف ملح الحين، بس اغطي الجدر واترك اللحم على نار متوسطة لغاية ما يستوي. وبعلمكم الحين شلون نجهز الفريكة. يلا، لأن الفريكة ما نحطها على طول على الماي نفس العيش، لازم تنحمس.
على ما يستوي اللحم بنجهز الفريكة. طبعا الفريكة بنات خلاص غسلناها نظفناها اوكي وشخلناها من المي ناشفة الحين اوكي. شو نسوي؟ راح نحمس حب الفريكة بالسمن، لازم يتغلف عدل بالسمن، بعدين نحطه على ماي اللحم او نصب ماي اللحم عليه اوكي. هذه افضل طريقة تسوون فيها فريكة. نزل الفريكة الحين على السمن بسم الله، ونقعد نقلب الفريكة على نار هادية لين تطلع ريحتها وتتغلف بالسمن. ما كثرت سمن لان اللحم في شحم، وانا ضايفة حق ماي اللحم سمن، ولان الفريكة بنطبخها بماي اللحم فعشان كذي ما كثرت سمن اوكي. بس بقعد كذي اقلبه على نار هادية، اقلب الفريكة على نار هادية لين التغلف بالسمن وارجع لكم. ريحتها ما شاء الله تبارك الرحمن عجيبة عجيبة، كذي قعدتها وتقلبونها على النار تطلع ريحتها تينن. طبعا دير بالكم لا تحرقونها، احنا نبيها كذي شوفوا ناشفة، لا تحرقون الفريكة تخربونها. بس كذي ابو دقيقتين وبطفي الشولة. ان يستوي اللحم اصب ماي اللحم على الفريكة او احط الفريكة على ماي اللحم، المهم يعني تنطبخ بماي اللحم. شوفوا اللحم تقريبا استوى، الحين بضيف الملح اوكي، خليه يطبخ شوية مع الملح وبعدين باخذ ماي فوح اللحم بطبخ فيه الفريكة. هذه الفريكة اللي قلبتها بالسمن، الحين ابدي اصب عليها ماي فوح اللحم اوكي. بس نحط مشخال، بحط بس فصوص الثوم داخل الفريكة، ما نبي البصل ولا البهارات ولا شيء، فقط الثوم. طبعا تاخذ ماي اكثر من العيش لان ما نقعناها كلش، فتحتاج ماي اكثر من العيش. الثوم ابي داخل بنزله، دقيقة خل أشوف بعد نحتاج شوية. شوفوا كمية الماي مو نفس العيش يعني حد لا، هذا لازم يكون شوية زايد أوكي. والعيش أنا عادة أخليه لين ينشف بعدين أغطيه، هذه بغطيها من الحين عشان تستوي عندي حبة الفريكة أوكي. أنا قلت لكم مو منقوعة، نرجع لكم بعد شوي نصور طريقة النشاب. نشيك على الفريكة، أنا مقصرة على النار وغطيت الجدر. يا سلام للحين فيها ماي وللحين ما استوت، أرد أغطي جدري وأخليها على نار هادية. الحين بالنسبة حق الفريكة أنا يعني أقدر أحطها بمعون وأحط فوقها الأرقاب والمكسرات وخلاص، بس أنا أحب أقدمها بهالطريقة يصير شكلها كأنها كيكة وايد أحلى. طريقة المطاعم الشامية، أول شيء بالبايركس بحط الأرقاب، أوكي نوزعها بهالشكل. طبعا دائما الأطباق الشامية تحب المكسرات، فهني عندي لوز قالينا بحطه فوق الأرقاب وبحطه بين الأرقاب علشان يبين إذا قلبت الماعون. شوفوا أنا ماني متأكدة إذا في طبق شامي أساسا بالفريكة والأرقاب، ما أدري والله، بس يعني متأكدة إن في فريكة ولحم، فأنا سويته بنفس الطريقة أوكي بس على أرقاب. هم عادة يسوون الفريكة على لحم موزات أو قطع لحم أو لحم مفلل من العظم، بس أرقاب ما أدري ماني متأكدة. بس عموما الوصفة لذيذة جدا، جربوها هذه وصفتي وايد راح تحبونها خطيرة. أنا أساسا أحب الأرقاب، أحب الأرقاب مع العيش لأن اللحم الأرقبة غير، وايد حلو وايد طري وايد لذيذ.
فتخيلوا عاد مع فريكة ولا برغل شلون يطلع خيال. فريكة استوت الحين برصها فوق اللحم والمكسرات. شوفوا الفريكة إذا ما استوت معاكم زيدوا ماي شوية، ترى ما يضرها عادي، مو نفس العيش. يعني العيش لازم ماي معين تحطينه من البداية، ما يصير تزيدين. الفريكة لا تزيدين من البداية، يعني خلي مثلا طبعا أزيد من ماي العيش أكيد، بس إذا ما استوت بعدين زيدي أوكي. والفريكة من أول ما تحطون الماي تغطون الجدر وتقصرون على النار. شرحت لكم أنا طريقتها، شوفوا جمالها، شوفوا خيال 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 خيال، وايد لذيذة. أبدي الحين أحط الفريكة فوق اللحم والمكسرات أوكي، علشان نقلب الماعون، أو تقدرون تحطونها عادي بصينية نفس العيش وتحطون فوقها اللحم كله ينفع. طبعا نحط ونضغط نضغط عدل. يلا بسم الله، ان شاء الله ما يخترب الشكل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام يا سلام، شنو هالابداع يا بنت الهاشمي، شنو هاللوحه الفنيه. اعطيني سنوبر، وين سنوبر؟ خل احط بعد رشه سنوبر وسلامتكم. يا رباه على جمال الطبق، ما شاء الله تبارك الرحمن. وتسلم ايدي وعلينا وعلى عيونكم بألف عافية، لازم تجربون هالطبق. بنات والله بتحبون الفريكة اكثر من العيش، جربوا تغيير، وترى الفريكة مفيدة مفيدة. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا العشاء اللي وصى فيه الطبيب هالحزة. كم الساعة أختي؟ الساعة واحدة. إيه؟ والله عشان مبكر اليوم. إي والله اخترفت، الله يذكر أيام قبل بالخير. أنت عشا أنا وياك والفير يأذن. الحين قمنا عشا الساعة واحدة، إي والله اخترفت. يلا أدري مناسية فقرة التذوق، الحين إن شاء الله بتذوق معاكم الفقرة اللي الكل ناطرها. يلا حط لي رقبة وفريكة. أبي شوية بعد مكسرات زيادة، أنا أموت على المكسرات. أهم شيء يكتبوا لي بالإنستغرام أكثر إنسانة تبالغ بالمكسرات، أنا باكلة. أنا خلوني أبالغ، أحب المكسرات. أي والله لذيذة. بجرب مع بوتش أم أف، هنجربه هذا الأحمر طبعا مثل هاشمي، لازم فل فل فل. وهذا الأخضر طبعا. الفريكة لازم شنو؟ سلطة روب. مسوين تبولة بالفستق وسلطة روب. شوفوا لما يكون الأكل لذيذ يسود الصمت، يصير هدوء. وش رايج؟ وش رايج بالطبق؟ ما نملتنا الصمت، تاكلين بهدوء. لا تعرف. لا تعليق، يعني ممكن يكون مو حلو. لا والله نصيحة نجربه الوصفة، راح تينون عليها راح تينون عليها. ومنقولة يا بعد قلبي انتو. هذا لا الفلفل بارد ينن والله. يسألوني عنه صادقين، عطيني واحدة خلاص أصورها. هذا بنات فلفل سعودي، شكله حار بس طعمه بارد وخفيف، أحلى من الفلفل البارد العادي. خيالي جايبتها أمي من مركز سلطان ينن. فلفل بارد سعودي خيال، لا بارد صار لي كم يوم طايحة فيه أنا.